گئی وسرت انظر الیہ ویدا واجہ یتلال کانہ البدر فی لیلت تمام ہی و کمال ہی و ما کانت اللہ ساعتا و ایدا آب والا دیا آل حسان صلوات قد اقبل و تعالی السلام علیکہ یا امہ و بغلد علیکہ السلام یا قررت عینی و سامرت فعادی فقال یا امہ انی اشم عندک رایتا طیبتا کانہا رایت جدی رسول اللہ فقوغنا من جد غدات القصا فاقبل الحسن والقصا وقال السلام علیکہ یا جدہ یا رسول اللہ اتا ازان لی انا دخل ما غدات القصا قال علیکہ السلام یا ولدی و یا صاحب حاضی قد زند لگا فدا غلم عوتا القصا فما کانت اللہ ساعتا و ادا السلام یا والدیا یا قرت عینی و سمرت فؤادی فقال لی یا امو انی اشم عندک رایتا طیبتا کانا رایت جدی رسول اللہ فقلتنا من جدک و خاک تحت القصا فدخل حسین و القصا وقال السلام علیک یا جد و السلام علیک یا من افتره اللہ اتا ازان لی انا دخلا معاکم اتا تلکسا فقال علیک السلام یا ولدی و یا شافی امتی قد زند لگا فداخل معهم اتا تلکسا فاقبل عند ذالک ابو الحسن علی ابن ابی طالب صلی اللہ وقال السلام علیک یا بنت رسول اللہ فقلت علیک السلام یا ابا الحسن و یا امیر المؤمنین فقال یا فاطمہ تو انی اشم عندک رایتا طیبتا کانہا رایت اخی ابن عمی رسول اللہ فقلت نامہا و مع ولدیک تات القصا فاقبل علی جناب القصا وقال السلام علیک یا رسول اللہ صلوات اتا ازم لینا کون ماکم تات القصا قال لو علیک السلام یا اخی و وسی و خلیفاتی و صاحب لوائی کا زندو لکا فداخل علی جن تحت القصا سمع تیتو ناول قصا و قلتو السلام علیک یا ابتہو یا رسول اللہ اتا ازم لینا کون ماکم تات القصا قال علیک السلام یا بنتی و یا بدعتی کا زندو لکے فداخل تو تات القصا فلما اکتمل جمیعا تات القصا خدا بی رسول اللہ بی طرف یل قصا و ما بی یاد الیمنا الى السماء وقال اللہم با انہا هؤلاء اہل بیتی و خاصتی و حامتی لحمهم لحمی و دمهم دمی و یعلمنی ما یعلمهم و یحزننی ما یحزنهم انا حرب لمن حربا و سلم لمن سلمهم و عدو لمن عداهم و محب لمن احبهم انہو منی و انا منہم فاجعل صلواتکا و برکاتکا و رحمتکا و غفرانکا و رضوانکا علی و علی و ادھب عنہم و رجسا و طاہرہم تطہیرا فقال اللہ عز و جل یا ملائکاتی و یا سکان سماوات انی ما خلقت سما ممنیتا ولا ارض مدحیتا ولا کمر منیر ولا شمس مضیتا ولا فلق یدور ولا بحر یجری ولا فلق یسر الا بمحبتها اولائی الخ
خمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل ما لبيت النبوة وما دن الرسالة هم فاتمة وابوها وبالوها وبنوها فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا فقال الله نم كزنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله صلوات العلي الأعلى يقرأ السلام يخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سما ممنية ولا أرض مدحية ولا قمر منير ولا شمس مضية ولا فلق يدور ولا بحر يجري ولا فلق يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أن يدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحينا قزنت لك فداخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال يا ربي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فقال علي جن ابي يا رسول الله بن مال جلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم والذي باسن ملاك نبي واستفان برسالته نجي ما ذكر خبر هذا في محفل من محافل اهل الارض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفظ بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذا ولى فضنا وفالوا شيعتنا ورب الكعبة فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي والذي باسني ملك نبي وصفاني برسالته نجي ما ذكر خبر هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا وفي مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي عليه السلام إذا ولى فضنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فاضوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة صلوات الله